عارفين التنح؟ التنح ده اللي بيسألك في تفاصيل ملوش فيها، يعني تفاصيل خاصة، يعني بتقبض كام، عامل ايه في حياتك الخاصة، الخاصة اللي هي مش الحياة اللي هو التنح. انت ما قلتلوش، او انا ما مثلا ما فتحتش معاه الموضوع. هو تنح عايز يعرف عندك ايه، استثمارك بتعمل ايه في الاستثمار، شغال ايه، انت مالك، ده تنح. طب ايه كلمة السر في التعامل مع الشخص التنح؟ تبقى اتنح منه. ازاي؟ لما يجي يسألك بتقبض كام قول له انت مالك، ما تقولوش مستورة الحمد لله، خليك صريح، انت مالك والله العظيم، بتقبض كام، انت مالك، شاري عربية جديدة وانت مالك، انت مالك، عايش مثلا في حتة فلانية، انت مالك، انت مالك. انا لو قعدت معاك قلت لك انا بقبض كذا وظروفي كذا فعايز اعمل كذا، ماشي، انا اللي سألت وانا اللي عرضت وانا حر. في بقى التناحة اللي من نوع ايه بقى، انت خلفتي ولا لسه، انت حامل، ممكن تسأل الراجل بقى جوزها، هو مراتك حامل، مخلفتوش، الله، ليه بقى، ايه السبب، مراتك بتشتغل، لا والله، ليه بقى. طب انا في لحظة ممكن ابقى محرج اقول لك ليه بقى، او بتشتغل يعني ايا كان، بس انت مالك، انت مالك. فحقيقي بجد الشخصية التنحة دي، يا ريت برضه لو تعرفوا حد تنح ومحرجين تقولوا له ان انت تنح، اعملوا له شير للفيديو ده. الشخصية التنحة دي افضل علاج ليها انك تبقى تنح اكتر منه. يعني انت مراتك بتشتغل، لا والله دي حاجة ما تخصكش يعني. طب انت محرج مثلا تقول له حاجة زي كده، قول له والله مش عارف ابقى اسألها. فيجي التنح ده يسألك سؤال مثلا، هو انت بتصرف كام في الشهر؟ نصيحة بقى بجد والله العظيم، انه احسن اجابة للسؤال التنح اللي زي ده قول له ليه؟ هتعمل لي يعني بلان مثلا معينة امشي عليها ولا تعمل ايه؟ لا لا انا بس بسأل عادي. طب ليه والله بجد، قول لي ليه؟ يعني قول لي ايه السبب؟ انا لو اقتنعت بانك السؤال ده مهم قوي بالنسبة لك انا هجاوبك. فيعني حاول دايما تبقى كرييتيف مع التنح، يعني ايه؟ يعني هو ما توقعش منك الاجابة. لان هو الحقيقة ان انت لازم في الامور اللي زي دي تقول له انت مالك. بس هو فعليا في ناس لما تقول له انت مالك يقول لا انا اسف يا عم ما اعرفش ايه. واكتر شيء تنح بجانب التناحة اللي فيها دي كلها، ان هو يبدا السؤال يقول لك معلش هو مش تدخل، معلش انا مش تدخل، لا اتفضل، وانت بتقبض كام، لا هو ده اسمه تدخل، يعني هو اسمه تدخل، ما ينفعش تقول لي معلش هو مش تدخل، لا هو ده تدخل. يجي واحد تاني يقول لك مثلا معلش هو مش تدخل، هي مراتك حامل، او يسالها حتى مثلا واحده صاحبتها، مش تدخل يا حبيبتي، بس هو انت حامل ليه بقى، مأجله ولا ايه، انت مال اهلك، انت مال اهلك، تأجل ولا ما تأجلش، انت مالك. فالتنح حاول دايما يبقى مفتاح الاجابه المريحه جدا ليه. على فكره انت لما تخلي اجابتك دايما فيها كلمه ليه، هي مش هتحس فعلا ان ايه التناحه دي، ليه يعني، صحيح انا وانا سالتها ليه غير اني تنحى. لو تعرف حد تنح اعمل له شير، لو ما تعرفش حد تنح خلاص يبقى اعمل لايك وشكرا، والسلام عليكم.